طيب هنبدا النهارده نخش بقى في الجد خلاص بقى الترمات بقى تفنش فاحنا ايه نبدا بقى في الجد ده لا انت هتنام ايه احنا لسه ثانيه اهي المفروض ان احنا بدانا محاضرتين في البي جي تي المحاضره الاولانيه اخذنا ازاي بيمشي التيار ودايره بسيطه كده للبي جي تي ازاي بستنتج معادله اللوب الداخليه واللوب الخارجيه المره اللي فاتت خدنا حاجه اسمها الكاركترستكس بتاعت البي جي تي اللي هي الانبوت كاركترستكس الكنترول كاركترستكس الاوتبوت كاركترستكس وعرفنا امتى بيشتغل الترانزستور كسويتش وامتى بيشتغل كامبليفاير شروط دخول كل منطقه وعرفنا ان عشان يشتغل كسويتش لازم يكون البي سي اي اللي هو البورد الخارج ده صغير جدا اقل من 2 من 10 على الاقل يعني على الاقل يكون او على اقصى تقدير يكون 2 من 10 من 0 ل 2 من 10 دي منطقه اسمها الساتوريشن من 2 من 10 لحد البي سي سي دي منطقه الامبليفاير بيشتغل كامبليفاير ده شرط بتاع البي سي وكمان في شرط تاني ان لازم الترانزستور البي بي اي بتاعته يكون على الاقل 7 من 10 عشان يشتغل الترانزستور بالتالي يبقى في تيار للبيز يعني لو مفيش تيار للبيز مفيش تيار للكوليكتور يعني الترانزستور كات اوف اصلا فدي كانت المره اللي فاتت واخدنا معاهم حاجه اسمها الكونفيجريشنز بتاعت الايه الترانزستور اللي هو ازاي اوصله كومن اميتر كومن بيز كومن كوليكتور الثلاث محاضرات الاخيره في البي جي تي هيكون ملخصها كلمه واحده بايسنج بايسنج يعني ازاي اوصل سورس او بطاريه مع الترانزستور عشان يشتغل وليه هناخد كذا فكره في البايسنج ليه ما يبقاش فيه وضع واحد لتوصيل البطاريات واخلص يعني زي الضيق معروف البطاريه فورورد وريفرس ومفيش اكتر من كده هنا هتلاقي ان انا بوصل مره بطاريه على البيز مره بوصل بطاريه في الاميتر مره باخد بطاريه فيدباك من الكوليكتور باخد كذا توصيله فهنعرف ليه عمال اشكل في طريق توصيل البطاريات بالترانزستور اول حاجه ببتدي بيها في البايسي المفروض ان هم اربع حاجات اول حاجه اسمها بيز بايس وكلمه بايس يعني بطاريه موجوده بيز يعني متوصله على البيز النوع الثاني الميتر بايس يعني البطاريه بتاعتي متوصله من الاميتر النوع الثالث وده هيبقى المره الجايه اللي هو الفولتج ديفايدر بايس وده من الانواع الشهيره اللي هنقابلها كتير في دوائر عمليه هو والبيز بايس والنوع الرابع والاخير وهو كوليكتور فيد باك بايس النوعين دول بكتفي بيهم النهارده والنوعين التانيين هيبقوا مره واحده هي كلها رسمتين بالقوانين بتاعتهم فمش هتحتاج يعني ممكن الاربعه تاخد في محاضره بس عشان ما يحصلش كونفليكت من التدخل مع بعض فناخدهم اثنين اثنين كده هيبقى عليهم الشيت بتاع المسائل اللي انا نزلته امبارح هم بتاع حوالي مثلا 15 16 مساله ضامنين الاربع انواع كذا فكره على كل نوع منهم تقدر بقى ايه الاستكشن المفروض هنحل بالتفصيل على كل نوع يعني مثلا اول نوع ده عليه حوالي سبع مسائل لوحده فده يكفي سيكشن لوحده النوعين التانيين دول لوحديهم مع بعض كده بتاع سبع مسائل كمان فدول يعملوا سيكشن كامل والنوع الاخير ده مع مسائل متنوعه كده يعملوا لهم برضه بتاع ست خمس مسائل فدول يبقوا سيكشن تاني احنا هناخدهم دول على بنطين وانا اوريدي كمان هدي محاضره مراجعه على الاربع انواع مع افكار خارجيه افكار اللي احنا ايه دايما كده التريكات اللي بنيجي نقولها كده ونروح مزنقينكم فيها في الايه في الامتحان ما بين السطور فتقوموا تقعوا فيها نقوم ايه نطير درجات كده حاجه حلوه يعني فهنخلص البايسي هيخلص معانا البي جي تي عشان ندخل في نوع تاني اللي هو اسمه الفيت والفيت ده ينقسم لنوعين تانيين بس كل نوع بيتاخد في محاضره يعني مش هنقعد كتير زي الترانزستور يعني تقريبا ترانزستور فرنج خمس محاضرات غير الساكشن يعني هيبقى فرنج 8 كله اللي هو البي جي تي انما الفيت هيبقى كلها محاضرتين وسكشن نبدا باول نوع البيز بايس من اسمه هوصل البطاريه على البيز يبقى هو التوصيله التقليديه اللي انا متعود ارسمها بقالي محاضرتين اللي هو يكون عندي
سبلاي متوصل على البيز. ده شكل الترانزستور. وفي مقاوم بالشكل ده. وفي بطارية بالشكل ده. هي البطارية دي هي البيز بايس. الحاجة اللي احنا مهمة عندنا ان الكورس ده بيتكلم في جزء الترانزستور على السورس بتاعي يكون دي سي. مش هنتعرض هنا في السيمي على اني احط اي سي هنا. او دي سي مع اي سي. ده هتاخده في منهج الديفايسز بقى. هتبدأ تاخد بالتفصيل ازاي تحلل دايرة فيها ترانزستور في وجود اي سي سورس. ليها حاجة اسمها موديل. هذا موضوع تاني. طيب. اساسي مع الكوليكتور هيبقى فيه مقاومة اسمها ار سي. طبعا دي ار بي. وده اتفقنا ان هو بنطلق عليه في بي دي. ليه ما سميتوش في بي؟ عشان النقطه دي هي اللي اسمها في بي. طب الدكتور مش فاهم ليه ده اول مره تيجي ولا ايه؟ بعد الميتر الاسبوع الثامن يعني. دي حاجه يعني مبشره. الناس بدات تظهر. طيب في ار سي هنا طبيعي بيبقى فيه بطاريه اسمها دي سي سي. وليه سميتها دي سي سي ما سميتهاش سي؟ عشان النقطه سي اهي. ده التوصيل العادي اللي احنا عمالين نهري فيها بقالنا اسبوعين اهو. التوصيله دي ليها ابروكسيميشن او ليها اختصار او ليها دايره ممكن نعملها دايره مكعبه. اللي هو ان انا اوفر البطاريات زي ما قلنا. بدل ما استخدم بطاريتين بقيمه مختلفه ما انا ممكن استخدم قيمه واحده بطاريه واحده. اللي هي البي سي سي واخد من البي سي سي اوصل هنا. يعني بدل ما يبقى دي 5 ودي 9 طب ما انا هي ال 9 دي اخد منها واصله تدخل على البيز. يعني انت لو خفيت دي هتعمل ايه؟ هتوصل دي هنا. يبقى انت واخد من البي سي سي. يبقى الرسمه الثانيه هي هي نفسها الجزء الخارجي زي ما هو بس اعمله هنا وادي الار بي زي ما هي بس بدل ما هعمل بطاريه هنا هياخد من الكوليكتور. فانا كده وفرت البطاريات عندك. استخدمت بطاريه واحده تبقى هي البي سي وهي مكان الفي بي. برضه لا زال دي الفي بي لا زال ده البي سي لا زال ده البي بي. طيب. عشان تبتدي تعمل ديزاين لترانزستور عشان يستخدم في دايره معينه يطلع تيار معين وفولت معين يبقى لازم نعرف ازاي بنستنتج المعادلات. فكره البايسنج هنا قايمه على استنتج لي المعادلات وياريت ما تحفظش عشان الحفظ غالبا هيحصل تداخل معاك. السنه اللي فاتت كانت بنجيب مسالتين في الامتحان الفاينل في الترانزستور فكانت الناس اللي حافظه تقعد ترص في القوانين تستخدم القوانين غلط. يعني تستخدم بتاع البيز مكان الامبيدر الحاجات دي يعني بيسمع وخلاص فتدمر المساله كلها في الطاوله. لا استنتجها لانها اصلا هايفه ما فيهاش حاجه يعني. زي ما قلنا دي عشان استنتج المعادلات هنا عندي اتنين لوب. ادي لوب اهو وادي لوب. اللوب الداخليه اللي هي مطرح الانبوت يعني لو انت جيت حسبت كده هيبقى في دي بي ناقص في بي اي على اعتبار ان الجهد ده بوزيتيف والجهد ده سالب وقيمته المفروض تقريبا 7 من 10 تساوي التيار اللي ماشي ده اللي هو اي بي في الارض. هي نفس المعادله اللي عاملين فيها المره دي. خلي بالك لو في مقاومه هنا يبقى مش هينفع اقول اي بي في ار بي بس. لا هتجمع عليها اي اي في ار اي. يعني ما تقوليش ان اي بي في مجموع مقاومتين. لا ده البرانش ده ماشي فيه اي بي البرانش ده هيبقى ماشي فيه اي اي. لكن هنا انا ههمل تأثير الاي اي لان مفيش مقاومة. يعني حتى لو اي اي ليه رقم ليه قيمة ففي الاخر المقاومة كأنها صفر. فبالتالي مفيش فولت على البرانش ده اصلا. يبقى انا باخد اي بي في ار بي بس. لكن لو موجودة هقول زائد اي 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 في ار اي وليس اي بي في ار اي. وهنشوفها في الحالة الثانية اللي هي الامتر بايس في مقاومة في الامتر. ونفس دي ممكن اجيبها لك خدعة او حاطط لك الار. اهو لو هنحط الار هنا هيبقى المعادله الجديده في بي دي ناقص برضه الجهد ده اللي هو الفي بي اي بيساوي التيار اللي ماشي في البيز يبقى اي بي في الار بي زائد
التيار اللي ماشي في الإيميتر يبقى اي اي في الارض. هي دي معادلة في حالة وجود ريزيستنس في الإيميتر. العلاقات بقى الباقية اللي بتربط طبعا في لوب خارجي، بس في علاقات ثابتة عندنا، زي ان الاي سي بتساوي بيتا اي بي، زي ان الاي سي بتساوي الفا اي اي، دي معادلات ثابتة، زي ان الاي سي زائد الاي بي تساوي الاي اي. دول الثلاث معادلات الثابتين في اي حالة من الاربع حالات اللي هنتكلم فيها، بغض النظر عن شكل الديزاين ايه، الاربع في الاربع والثلاث معادلات دول ثابتين. الاي سي بتساوي بيتا اي بي، الاي سي هي تقريبا الفا اي اي، والالفا قريبه من الواحد، يعني في احيانا كتيرة تلاقي الاي سي تطلع هي الاي اي، وان الاي سي زائد الاي بي هي الاي. دول الثلاث معادلات اللي ثابتين في اي ديزاين. طيب يبقى انا قلت لك في حاله لو في ريزيستنس في الاميتر هتعدل المعادله تبقى بالشكل ده. مفيش زي الديزاين اللي موجود عندك في الملزمه، وزي الكلام الطبيعي اللي احنا بنتكلم فيه اشتغل عادي جدا درس بالايه بالمعادله دي. ده اللوب الداخلي. اللوب الخارجيه بتتحسب ازاي؟ في سي سي ناقص في سي اي. احنا ليه عاملين اول لوب كده وتاني كده؟ عشان انا بمشي معاك اتجاه التيار اللي طالع من البطاريه بس، فبمشي من سالب وانا ماشي. فهنا هيبقى الفي سي سي ناقص الفي سي اي هتساوي التيارات في الريزيستنس اللي هتعدي عليها. عندي تيار اسمه اي سي هيعدي على ريزيستنس ار سي، وما عنديش مقاومه ار اي. لو عندي مقاومه ار اي هتقول زائد اي اي في الار اي بنفس السبب. المعادلتين دول بالاضافه لدول خلاص هو ده الديزاين بتاعي، ما عنديش حاجه تاني. اي مساله تجي لك بقى لو المقاومات مجاهيل هتلاقي نفسك بتعوض في المعادلات دي، لو مقاومات معلومه وطالب تيارات وجهد برضه هتعوض في المعادلات دي، مفيش حاجه هتختلف معاك. طيب ده بالنسبه للديزاين ده. احنا ممكن نختصر الديزاين ده في حاجه، انا عايز الاي بي في طرف. تعالى كده جيب لي الاي بي. يبقى الاي بي بتساوي او سوري هات الاي هات الاي سي من القانون ده اللي هو بيتا اي بي. يبقى بيتا الاي بي هي عباره عن ايه؟ في بي بي ناقص في بي اي على ار بي. ده كده لو عايز اجيب الايه؟ الاي سي. طبعا يعني انت الكلام ده بتعمله سيستماتيك، يعني بتجيب الاي بي من هنا تضربها في البيتا تجيب. الكلام ده مش لازم اكتبه في شكل معادلات يعني، هو كالك على الدنيا، بس انا اقصد اعمل كده عشان اقول ايه مشكله الديزاين ده وليه بقى هيبدا يعمل انواع ثانيه في البايثون. مشكله الديزاين ده ان الاي سي او الاي بي معتمدين على البيتا، وده امر منطقي. كذلك الفي سي اي جهد الخارج هو داله في الاي سي اللي هي داله في البيتا برضه. طب ما البيتا ده انت قلت لي ان هو رقم ثابت للترانزستور. تمام، هو رقم ثابت فعلا للترانزستور، بس هو بيتاثر بايه؟ البيتا ده بيتاثر بحاجه واحده، بدرجه الحراره. تاثير درجه الحراره هيسمع في الاي بي، هيسمع في قيمه الاي سي، هيسمع في الجهد الخارجي. فهنا سواء الفي سي او الاي سي او الاي بي هما ديبند على درجه الحراره بشكل غير مباشر. هو ديبند على البيتا اللي هي البيتا فانكشن في درجه الحراره. ومش بس كده، ده كمان الاي سي داله في الفي بي. الفي بي اي اللي هو الجهد بتاع الدايود اللي متوصل هنا، اللي هو كان برضه بيتاثر بدرجه الحراره. الديبليشن ريجون كانت بتتاثر بزياده او نقصان درجه الحراره، قيمتها بتتغير. فاذا الاي سي سواء داله في البيتا والفي بي اي اللي هما الاثنين اتاثروا بدرجه الحراره، يبقى قيمه الاي سي هتتغير والاي بي هتتغير والجهد الخارجي هتتغير. فنقدر نقول ان الرسمه دي مش ستيبل قوي، يعني من حيث الاستابيليتي فهي مش ستيبل، او بيحصل تغير ملحوظ شويه في التيار، خاصه ان لو الاي بي اتغير الاي سي هيتغير بعدد كبير من الاضعاف، يعني هتغير 50 ضعف 60 ضعف اللي هي البيتا. فالاي يعني انت لو عندك تغير في 1 مايكرو امبير هيتسمع في 50 مايكرو في الخارج،
لو تغير في 1 ملي في الدخل هيسمع في 50 ملي في الخارج، هيفرق معاك. 50 ملي ده ممكن يحرق لك لدر مثلا يعني. ف عيب البيز بايس الاعتماديه المباشره بتاعه اي سي والاي بي والبي سي اي على الفي بي اي وعلى البيتا، وما ينفعش ان انا اهمل الاعتماد ده والبيتا والفي بي اي الاثنين داله في درجه الحراره. الطريقه دي اختصرت بطاريه بس ما حلتش مشكله برضه درجه الحراره، يعني هي لسه هتلاقي مشكله قائمه. لو جبت لك الرسمه بالشكل ده او انت عملت ديزاين بالشكل ده هيختلف في ايه المعادلات عن هنا؟ الفي بي بي بس هتشيلها وتحطها في سي سي، مفيش في بي بي عندي بشكل صريح، هتبقى هنا في سي سي، يعني النقطه دي اسمها في سي سي. فانت لما بتيجي تحسب اللوب دي هيبقى في سي سي ناقص في بي اي هو الاي بي في الاخر، هي نفس المعادله بس استبدال الفي بي بي بالفي سي سي، وطبعا الاي سي بتساوي بيتا اي بي، واللوب الخارجيه ما اختلفتش في حاجه. يبقى دي شكل المعادله الجديده اللي عندي، الاختلاف بس انك انت استبدلت اهو ريبليس الاي الفي بي بي بفي سي سي. عشان اعمل ايه؟ اختصار او اقتصاد للبطاريات اللي انا بستخدمها في الدايره. هيفرق معايا ايه الاقتصاد ده؟ وفر لك في البطاريه، وفر لك في مساحه. وفر لك في مساحه الدايره، انت بطاريه واحده بس بتشغل فيها الدايره كلها. انت عملت جامد قوي لما هي البطاريه عشرة. ماشي، هو برضه في حاجه. بتيجي على حساب حاجه؟ الطيار. انت هنا ممكن تتحكم اكتر في التيار اللي داخل وكمية البطارية اللي بتحطها، عكس هنا التيار هيتجزء. ممكن عشان تعوض نقصان التيار ده تزود قيمة البي سي اللي كنت هتستخدمها قبل كده، بدل ما تستخدم 9 تقوم مستخدم 12. فادي البيس بايس بتاعك، مشكلته الشهيرة الاعتماد على درجة الحرارة. أفكار مسائلنا بتيجي ازاي في البيس بايس؟ مسائل صريحة زي اللي هتشوفها في الشيت، ان الرسم كله هيبقى جيفن موجود عليه قيمه الار سي والار دي، ومطلوب حساب الحاجات المطالب العاديه التيار الفولت كل حاجه. الحاجه الثانيه اللي هي ما تبقاش صريحه شويه ان يبقى في مجهول ار منهم مجهوله مثلا، بس بناء على ان يديك مثلا في سي اي او يديك اي سي، فتقدر من خلال الاي سي او البي سي اي انك انت تحسب القيمه ورا، مش هتفرض رقم، هتبقى برضه تعويض في المعادلات. هنا مش هطلب منك فرق في دائرة الفولتج ديفايدر، غالبا هي دي اللي هجيبها لك فيها تشغيل دماغ شوية، اللي هي زي فكرة البروجكت اللي انت هتعمله، هتخليك انت تعمل الديزاين بتاعها. انما ممكن اقول لك مثلا ديزاين دائرة بيز بايس بحيث تخرج في سي اي اللي هو الاوتبوت بتاعي مثلا يخرجه 6 فولت. فانت هتبدا تحط الفي سي اي في 6 فولت باستخدام بطارية مثلا 9 احددها لك، تبدا تفرض قيمة للار سي عشان تجيب التيار، وبمعلومية البيتا بتاع الترانزستور تنين قيمة الاي بي. هنشوف اكزامبل دلوقتي ونحله كده بالارقام. من ضمن المسائل الشهيرة اللي هتقابلك يجي يقول لك بما ان الترانزستور ده مش ستيبل، طب احسب لي التغير في درجة في الاي سي والاي بي اذا اتغيرت درجة الحرارة مثلا من 50 ل 100، ويديك طبعا قيمة البيتا القديمة والبيتا الجديدة. فانت كده كانك بتحسب التيار مرتين، بتعوض في نفس المعادلات. تعويض مباشر. تعويض مباشر، يعني هي كل الافكار هتبقى تعويض مباشر باستثناء واحده بس تديها مقلوبه. ان اديها كان خارج انا عايز 6 فولت مثلا ويبقى في حاجه مجهوله في قيم المقاومه. فهنشوف تطبيق على البيز بايس اللي هو النوع الاولاني بتاعنا. الطريقه دي مكتوبه اهو مكتوب عليه، عشان البي سي اي اللي خارج والاي سي والاي بي بيعتمدوا على البيتا اللي هي بتعتمد على درجه الحراره. حد عايز حاجه من على الصبوره؟ تفتكر انت هتشتغل واحد اسمه الفول ولا كل ده بيشتغل لنفسنا؟ حاجه بيسمعوا لا لا ما هو ريبورت بتاع الحمد لله حصل ده قبل كده، يعني قعدنا ساعه برضه نهري طلع احنا ما دستش ريبورت اساسا. دلوقتي
نشوف الاكزامبل بتاعنا. طبعا احنا شغالين من صفحه 86 ل 89 ان الريد يبقى بطيء شويه. كله قال يعني احنا معقول اقل من الترم خدنا 70 صفحه بعد الترم 30 صفحه اللي باقيين دول بس احنا نمشي بقى 3 3 كده زي ما احنا شايفين. الاكزامبل بيقول لي فايند برسنتج تشينج ان كيو بوينت 4 بيس بايس الار سي 560 ار بي 200 والبي سي 12 ما جابش سيره الفي في دي يبقى اوتوماتيك انت هتاخد البي سي سي هي الفي في دي. لو درجه الحراره تتغير من 25 ل 75 يحصل تغير البيتا من 100 ل 150 مفيش درجات. يعني ايه التشينج في الكيو بوينت؟ كلمه كيو بوينت زي ما خدناها على الرسم المره اللي فاتت هي قيم من الاخر بتاعه اي سي قصادها في سي اي. يبقى الكيو بوينت ده عايز الاي سي والفي سي اي. عايزهم ولا هيحصل تغير فيهم؟ التغير فيهم. كلمه كيو بوينت يعني اي سي وبي سي. هو عايز التغير اللي هيحصل نتيجه تغير درجه الحراره فتتغير البيتا. هيبقى في اي سي اولانيه عند بيتا 100 في اي سي ثانيه عند بيتا 150 وبالتالي في بي سي اي عند 100 وبي سي اي عند 250. مطلوب مننا ان احنا نجيب التشنج. التشنج هنا مش الفرق بس ده نسبه ايرور. يعني هيبقى الاي سي عند 100 ناقص او ناقص الاي سي عند 150 مقسوم على ال 100 الاي سي عند 100 او البي سي عند 100 ناقص البي سي عند 150 مقسوم على ال 150. فهنبقى نجيب التشنج بهذا الشكل نسبه ايرور يعني. طيب المعادلات اللي فاتت اللي احنا كتبناها على السبوره بتطلع قيمه للاي سي والبي سي. الاي سي والبي سي اللي بيطلعوا على السبوره هم دول بتوع الكيو بوينت. هم دول بتوع الكيو بوينت. معنى كده ان في اي سي هات ثانيه وفي بي سي اي ثانيه. في اي سي اللي هو بتاع الكات اوف ده معروف انه هيبقى صفر لان الاي دي لازم تبقى صفر. وفي اي سي عند الساتوريشن. اي سي بتاع الساتوريشن هو الماكسيمم كرنت اقصى تيار ممكن تطلعه من الترانزستور او تسحبه من الترانزستور. الاي سي ساتوريشن ده يتحقق لما البي سي اي بيبقى ب 2 من 10 او اقل. ممكن تحطه صفر ممكن تحطه 2 من 10 اللي هو الرينج ده اللي هو بيحقق الساتوريشن كارب. بس هو هنا بيتكلم على الكيو بوينت يبقى هو ده الاي سي اللي بيطلع من المعادلات اللي احنا لسه حاطينها على السبوره. طيب بما ان احنا فاكرين المعادلات كويس دخل في مرحله الامبليفاير دخل في المرحله اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. بالنسبه لنا احنا هنا كنا بنقول ان الفي سي سي ناقص الفي بي اي بتساوي الاي بي في الار بي. كانت المفروض في بي بي ناقص الفي بي اي بتساوي الاي بي في الار بي بس استبدلنا الفي بي اي بالفي سي سي عشان ما فيش قيمه للفي بي اي. متاكد برضو ما فيش قيمه للفي بي اي موجوده في المساله ما فيش. يا عم السويس انت جايب بس. فدي معادله اللوب الداخليه. معادله اللوب الخارجيه الفي سي سي ناقص الفي سي اي بتساوي اي سي في الار سي. وطبعا اللي اكد لي الكلام ده ان كمان مفيش ار اي مكتوبه فبالتالي هي الشكل ده. طيب المطلوب مني ان انا اقيس او احسب قيمه الاي سي واحسب قيمه الفي سي اي مرتين، مره عند بيتا 100 ومره عند بيتا 150. فاروح اول حاجه قايل اد بيتا بتساوي 100 اللي هي تناظر درجه الحراره 25 يعني عند 100 الفي سي سي اللي هي كانت دي خليت المعادلة واحد ودي اثنين. المعادلة واحد بتاعتي ال في سي سي كانت ب 12 ناقص ال في بي اي المفروض 7 من 10 بتساوي الاي بي اللي انا ما اعرفهاش في الار بي اللي هي 100 كيلو. من هنا اطلع الاي بي ما طلعتهاش رحت جاي معوض على طول عادي رحت جاي معوض على طول ان الاي سي بتساوي بيتا في الاي بي توفير يعني تقريبا دي كان متحط في المساله دي موفي فراح جايبها على مره واحده وراح جاي شايل البيتا معوض عنها باول قيمه ليها اللي هي 100. وانتوا شاطرين في الحسابات زي ما شفنا في المتر وكده والناس بتجمع ايه صح يعني 5 ناقص 7 من 10 بقت 5 و7 من 10 دي حاجات كتيره شفناها. يعني بقى هو شايفين ان الاسعار بتغلى فقال كل حاجه بقى بتزيد على طلعت 11.3 مليار.
نيجي ليه البي سي اي بالمره بقى نجيبها المعادله دي على مره واحده يبقى هي في سي سي ناقص اي سي في الار سي. البي سي هي 12 ناقص الاي سي اللي لسه حاسبينا 11.3 في الار سي اللي هي 560 اوم. وزي ما ملاحظين كده الار سي قيمها صغيره مش قيمها مش كبير يعني. تطلع البي سي اي بتاعتي في الاخر 5.67 دي كلها عند بيتا كام. نرجع نكرر نفس المعادلتين دول بس عند بيتا ب 150 يبقى الاي سي هي البيتا الجديده اللي هي 150 في ال 12 ناقص 7.10 وعندي هنا تحفظ هقوله دلوقتي ايوه على 100 كيلو تساوي تقريبا 17 ملي امبير. الفي سي اي برضو هيبقى الفي سي سي ناقص ال 17 ملي دي في المقاومه ال 560 يطلع حوالي 2.48 فولت. التحفظ ده 7.10 صح؟ بالظبط كده هقوله بس اخلص المساله وارجع اقوله بقى. وهو للاسف المرجع عاملها كده مع انه المفروض ما كانتش تبقى كده بس انا ما عنديش طريقه حلها للاسف يعني. ليه مش احنا خدنا قانون قبل كده؟ ايوه بس انا ما عنديش عن درجه الحراره ال 100 البي البي اصلا في بي كام؟ مش ب 7.10 ده 7.10 دي عند الروم تمبريتشر اصلا. ما انا هتكلم عليها بالتفصيل دلوقتي. هتكلم عليها بالتفصيل ليه انا متحفظ على مطلوب بقى التغير في الفي سي اي والتغير في الاي سي. هو ده التغير في الكيو بوينت. انت عوضت مباشره اهو في المعادلات طلعت قيمه للاي سي. التغير هنا هو حاسبه على صوره ايرور. حاسبه على صوره ايرور. نظام قرايه الايرور كان بيتحسب ازاي؟ يا جماعه ارحمونا بقى من التاخير ده. التيار عند درجة حرارة 25 درجة طبعا 25 درجة دي هي اللي عندها البيتا ب 100 ودي 75 مقسوم على الصغير. نفس القصة هنا البي سي اي عند 25 درجة ناقص البي سي اي عند 75 درجة مقسوم على البي سي اي عند ال 25. تعالى بقى طبعا كل ده يرجع يتضرب في 100 وتطلع في الاخر برسنتج. التغير في التيار المفروض ان التيار بيزيد. هنشوف دلوقتي الاي سي 25 ناقص 75 يبقى عندي 11. طلع معاك طلع التيار بالسالب؟ طلع بالسالب. يبقى خلينا احنا نطرح احسن بقى 75 ناقص 25 التيار اللي بيطلع بالبوستر لانه زاد المفروض. المفروض في الناحيتين؟ لا المفروض ان انا اطرح 75 من 25. لا اقسم على الصغير انا اقسم على الصغير. الايرور بقسم على الصغير. الفولت هو اللي ينقص فالمفروض الفولت هو اللي يطلع بالسالب. فالتيار كده هيبقى من 17 مللي ناقص 11.3 مقسوم على 11.3. التيار المفروض هيزيد لو انا قسمت على 17 يبقى التيار كده اقل من نسبته اقل من 1%. الكلام ده يطلع تقريبا 50%. هنا لما اجي اطرح البي سي اللي هي 2.48 ناقص الثانيه عند 5.67% على 5.67% هتطلع بالسالب طبعا طبعا في 100 تقريبا سالب 56. دي عملت لهم رابطه السنه اللي فاتت الترم اللي فات طلعت سالب 300%. الرقم جه كده يعني. التحفظ بقى في المرتين المرجع عوض ب 7.10 وده مش صح عمليا. الصح ان الفي بي اي كمان بتتاثر بدرجه الحراره. فاذا فرضنا ان الفي بي اي عند ال 7.10 كان الكلام ده عند الروم تمبريتشر فالمفروض الفي بي اي هنا ما تبقاش 7.10 يعني المفروض عند 100 عند 75 درجه ما تبقاش 7.10. الفي بي اي عند ال 75 درجه
ناقص الفي دي تي عند الروم تمبريتشر انتوا خدتوا لها قانون اللي هو الالفا في فرق درجات الحراره والالفا ناقص 2 ملي فولت لكل درجه حراره بالسيليزيوس مضروبه في فرق درجات الحراره اللي هي ال 75 ناقص 5 يعني هنضرب 25 في ناقص 2 تطلع ناقص 25 صورة 75 ناقص 25 يعني هنضرب 50 في ناقص 2 ملي بكام؟ سالب 100 ملي سالب 100 ملي سالب 100 ملي فولت سالب 100 ملي فولت اللي هي كام؟ ناقص 1 من 10 هنا ده بقى ال في بي يعني 75 انا ما اعرفهاش ناقص ده اللي هي 0.7 بيطلع ناقص 1 من 10 ودي لها دي الناحيه الثانيه هتبقى ال في دي اي عند ال 75 6.6 من 10 يبقى الصح ان دي تبقى 6 من 10 وليس 7 من 10 هو دي الصح هو المرجع حلها كده انا نزلت الحل اللي هو موجود معاكم في الملزمه لان ده حل المرجع بس الصح اللي انا اجي اعملها لو انا اديت لك بادئ من 25 لحد 75 هتحول ال في دي اي المفروض تبقى دي 6 من 10 وليس 7 من 10 لان دي داله في درجه الحراره على اعتبار انك هتعتبر ان الفي بي اي ده كانه سلوك دايت نفس سلوك سيليكون دايت تطبق عليه القانون العادي بتاعنا امتى بقى ما اعملش الحركه دي لان في مسائل تانية جايه بادئ مثلا من 100 درجه لحد 200 درجه طب انا لا اعرف ال 100 درجه عندها الفي بي اي بكام ولا اعرف ال 200 عندها الفي بي اي بكام هل ارجع استنتج القانون ده عند مره 25 ومره 100 ومره عند 200 لا ما خلاص بقى 25 معلوم عند 25 ثابت ارجع مره اجيب لي 100 ولا مره اجيب لي 200 فالمرجع بيستهبل الصراحه وراح مريح دماغه ومثبتها عند 17 انما الصح لا انا المفروض استنتج عند كل درجه حراره يعني كنت درجه حراره تغير من 50 ل 200 والكاب بتاع السنه اللي فاتت فالمفروض ان انا ما اعوضش لا هنا ب 7 من 10 ولا هنا ب 7 من 10 ال 7 من 10 عند 25 درجه اصلا يبقى ارجع اعوض في القانون ده مره اجيب الفي دي اي عند ال 50 شوف هتطلع بكام ومره دي من الفي دي عند ال 200 اشوف هتطلع بكام ويبقى هي دي التعويضه الصح للطاقه ودي التريكه اللي انا بوضحها هي مش موجوده في الورق لان هو المرجع مستسهل وحللها على 7 من 10 الصح لا هتبقى 6 من 10 لان الفي دي اصلا بتاثر بدرجه الحراره هو ده كان التريك بتاعي صح؟ طب على طول نحل احنا ب 7 من 10 دي ولا ما انا بقول اهو الصح هنعمل ايه؟ انا بقول لك اهو هتلغي دي انا حليتها بالحل اللي قدام انما الصح انت هتعمل ايه؟ لا يعني انا هحل بالصح الامتحان هتحل بالصح طب 12 ناقص 6 من 10 على ال 100 هتطلع رقم قريب برضه مش يعني مش هنختلف كتير يعني فدي عشان نبقى بس فاكرين ولان ده اصلا يتنافى مع كلامه اللي هو لسه قايله في الشرح بتاعه ان الفي بي اي بتاثر بدرجه الحراره هي والبي ده بالنسبة للبيز وايز هتلاقي عندكم بقى فرنش سبع مسائل في الشيت هتهيصوا في الموضوع ده. هضيف انا حتة ما كانتش موجودة في الجزء ده وهي حتة تيار الساتوريشن. ازاي احسب الاي سي بتاع الساتوريشن؟ وازاي احسب التغير في الاي سي ماكسيمم والتغير المينيمم. اكبر واقل تغير في تيار الكلام دي قوانين جانبيه كده عشان بس ايه بتظهر لي بعد كده في حاجه زي الداتا شيت كده بتاع الترانزستور تعرف ان اقصى تغير واقل تغير في التيار قد ايه اولا تيار الساتوريشن يتحسب ازاي معلش احنا عندنا ثلاث تيارات اي سي في تيار كات اوف اي سي بتاع كات اوف وده بصفر لان الاي بي بصفر فتبقى الاي سي بصفر ده بتاع الكات اوف وفي الاي سي كيو ده بتاع الكيو بوينت اللي هو اللي احنا حسبناه بالمعادلات ده الاي سي بتاع الكيو بوينت وفي الاي سي بتاع الساتوريشن وده يحسب بنفس المعادلات دي بس عند الفي سي اي باقل من 2 من 10 او يساوي 2 من 10 يعني انت ممكن تاخد اي قيمه فاحنا بنستسهل ونحطها صفر اللي هي بدايه الرينج بتاع الساتوريشن من صفر ل 2 من 10 طب ليه نستسهل ونحطها بصفر؟ عشان نطير البي سي اي من المعادلات ويختصر المعادله بس فبدل ما يحط 2 من 10 وتتلخبط في الحسابات فالاي سي بتاع الساتوريشن
لو عند الصفر هديك ماكسيمم كارب، ده اول واعلى تيار بيقابلك خالص لما تيجي ترسم اللود لاين، فده يديك الماكسيمم، يبقى ده الماكسيمم كارب ده. فتعال على المعادله بتاعت مثلا دي الاي سي لما الفي سي اي بصفر، فين بقى المعادله اللي فيها الفي سي اي؟ اهي مثلا المعادله اصلا كانت الفي سي سي ناقص الفي سي اي بتساوي الاي سي في الار سي، فانت لو ده بصفر بقت الاي سي بتساوي كام؟ الفي سي سي على ار سي على طول، يبقى الفي سي سي اللي هي 12 على الار سي اللي هي 560، ده تيار ساتوريشن. ده انت بتعرف حدود اللود لاين اللي هو ازاي تحرك الكيو فولت بتاعتك بحيث ان الترانزستور يشتغل كساتوريشن ما يشتغلش، او سويتش بدل ما يشتغل كامبليفاير. فتوصل ان التيار لازم يكون بالشكل ده عشان يدخل في مرحله الساتوريشن. طيب بقى عندي الاي سي بتاعت الكيو بوينت محسوبه المعادلات، عشان يدخل في الساتوريشن لازم الاي سي تبقى 12 على 560، عشان يبقى في الكات اوف لازم تبقى الاي سي بصفر. التغير بتاع الاي سي ماكسيمم هو نفسه الاي سي بتاع الساتوريشن مطروح من الاي سي بتاع الكيو بوينت، اما التغير المينيمم هو الاي سي بتاع الكيو بوينت ناقص الاي سي بتاع الكات اوف، ده اقل تيار هو الاي سي، طبعا الكات اوف بصفر ولا كانه موجود. يبقى الاي سي بتاع الكيو بوينت اللي انت لسه حاسبه من شويه طلع وليكن 17 ملي امبير على الرسمه بتاعتك او المساله بتاعتك. اما هنا هيبقى ال 12 على 560 متشال منها ال 17 ملي امبير، خلي بالك الرقم ده يطلع اكبر من 17 يعني. فيبقى الحته دي بس عشان مش موجوده بشكل صريح معاك، الاي سي ساتوريشن نفس المعادله العاديه بس طير البي سي واحسب الاي سي من جديد. التغير الماكسيمم في الكوليكتور كارنت يبقى الساتوريشن كارنت متشال منه الكيو بوينت، تغير المينيمم الكيو بوينت متشال منه الكات اوف، مش هنحتاجها دلوقتي بس ممكن نحتاجها في الشيت. بالنسبة للبيس بايس يكفيني كده مش محتاج اتكلم كده. نروح نشوف بقى هيعالج مشكلة الاستابيليتي دي بان يغير اتجاه البطارية يحطها في الاميتر بدل الكوليكتور. نخش على النوع الثاني والاخير النهاردة اللي هو الاميتر بايس. نمسح؟ كريم ومحمود ومروان تقريب تاني ولا ايه؟ هو العاشر صنيتين ومصانع سودا الباص دخل عادي لف لف غير وصانع صانع وطلع كده قال لك مش هرضي ايه موقف الدنيا النهارده؟ النهارده مش يوم ثلاث حتى يعني. امسح. طب ما حدش بيرد يمسح كده. دكتور. قيمة التيار لما الترانزستور يتنقل للساتوريشن بتاعه. قيمة التيار اللي هيطلع من الكونكتور لما الترانزستور او الكيو بوينت يكون جوه الساتوريشن بتاعه. هنا على اعتبارها هي جوه اللينير ريجن او الامبليفاير، هنا كان الترانزستور فرضت كانه شغال كامبليفاير، لما يدخل بقى في الساتوريشن قيمه التيار بتتغير. اللي هي الساتوريشن اللي هي ايه؟ الساتوريشن اللي هو بيشتغل فيها سويتش. اه بس هي دي اللي انا عايز اعرف الشرط ده هيختلف في ايه في المعادلات؟ الفي سي اي بس طيارها المعادله والباقي معادلات زي ما هي. طب الكيو بوينت اللي هي ايه؟ ما هي كلمه كيو بوينت قيمه التيار والفولت لحظة ما الترانزستور شغال جوه المنطقة دي، قيمة الاي سي اللي خارج وقيمة البي سي اللي خارج. في المنطقة دي. في المنطقة دي. يعني في كيو بوينت لكل منطقة. طبعا.
النوع الثاني اللي هو الميتا بايس. الشكل التقليدي بتاعي الار سي والترانزستور هيزيد هنا ار اي وكمان جهد هنا اسمه ناقص في اي اي. ممكن يترسم لك الترانزستور كده عشان يبقى واضحين على كل الصور وما بقاش مستغربين من اي صور. لاحظ ان البيز بقى بزيرو وكان التوصيله دي اسمها كومن بيز. هيحط فولت على الانفيتر عشان يحسن حته الاستابيليتي وهنشوف هيحسنها ازاي. طبعا انا عشان اتعامل كسيركت واحسب كيرشف وحاجات من دي لو بصيت على الرسمه دي هتوه، مش متعود على الشكل ده. فالنقط دي متعودين ان احنا نخلص منها تبقى بالشكل ده. اولا الفولت اللي فوق ده يبقى بالشكل ده، ده الفي سي سي. الفي اي من حقي ان اعملها كده. لو هنا ناقص 20 هكتبها 20 واحط اتجاه البطاريه سالب فوق الموجه بتاعتها. يبقى لو هنا ناقص 20 هكون كاتبها هنا 20 بس احط اتجاهات بتاعت البطاريه السالب فوق والموجه بتاعتها. السالب ده بيعكس اتجاه البطاريه؟ اه، ما السالب ده يدل على ان هو النيجاتيف بتاعي فوق يعني. والبوزيتيف ناحيه الجراوند. طب اللوبس بقى لما نيجي نحسبها، اولا ده الفي بي اي زي ما هو. طبعا لما تيجي تعمل اللوب هتعملها كده، او اللوب اللي هي بتاعت الاي بي المفروض يعني، بس انا هتقابلني هنا مشكله. تعالى نحسب الجهود في طرف ونحسب التيار في الريزيستنس في طرف زي ما احنا متعودين. وانت ماشي كده هنحسب في اي اي وهنحسب ناقص في بي زي ما احنا متعودين. دكتور انا ليه حاسس ان في شورت سيركت عندي؟ لا لا ده كده مش بيلغي دي النقطه دي فاصله عن النقطه دي بطاريه. يعني لما تيجي تفصل الحته دي بره هتبقى بطاريه بالشكل ده، مبقاش في شورت كده. واللي تحت ده سيبك خالص من الجراوند ده ضايقك، ده النيجاتيف بتاع البطاريه. في مشكله في الايه؟ الفي اي اي ناقص في بي اي. الكلام ده كله في طرف هيساوي، ما عنديش اي بي واضحه، مش مفيش ريزيستنس ار بي، فمش هقول اي بي في ار بي لان مفيش ار بي، لكن هقول اي اي في ار اي. دي معادله اللوب اللي على الشمال الداخليه، لان انا عندي تيار هنا ماشي كده اسمه اي ماشي في الريزيستنس ار اي، يبقى ما عنديش اي بي بشكل واضح. لكن لو انا جيت حطيت لك ريزيستنس هنا وده اللي غالبا هنعمله، هنقوم حاطين ريزيستنس كده، هيختلف ايه المعادله؟ هيزيد هنا ترم اللي هو ايه؟ بالظبط كده. وهتبقى دي الحلقه الجنرال اللي انا هشتغل عليها، نحط ريزيستنس وتبتدي تحسب ار بي. بس انا بقول لك لو بتعالى في الامتحان مفيش فيها ار بي فما تتلخمش، ولا كان الار بي موجوده وتشيل الترم ده. حتى لو جبتش الار بي عادي اشتغلها اقفل الجزء ده ونكمل باقي المعادله واشتغل. تعالى نشوف هو الشكل ده هيبقى افضل، وهيبقى افضل في ايه يعني؟ اولا لاول مره بيقابلنا طيارين مع بعض، انا عارف ان في علاقه مش مباشره، يعني الاي سي بتساوي بيتا اي بي بتساوي الفا في الاي اي، فممكن اطلع الاي بي بدلاله الاي اي ويبقى المعادله كلها في دلاله الاي اي. في طريقه يعني ممكن نصفي الموضوع ده. وممكن تقول بما ان الاي سي هي الفا اي اي والالفا رقم قريب جدا من الواحد، يعني ممكن تتجاوز وتعتبر ان الاي سي تقريبا هي الاي اي. على اعتبار ان مفيش فولت على البيز فالتيار اللي هيبقى داخل على البيز صغير جدا. الاي سي تقريبا هي الاي اي. طيب
والاي سي في نفس الوقت هي البيتا اي بي، يبقى اذا ممكن تشيل الاي بي وتحطها اي اي على بيتا. طبعا كل ده بالتقليل، لو انا جيت عوضت هنا بقت الفي اي اي ناقص الفي بي اي بتساوي الاي اي في الار اي زي ما هي. دي الابروكسيميشن اللي بيعملها هنا بس في الحاله دي، والحالات الجايه مش هيعمل الابروكسيميشن، هيشيل الاي بي ويحطها تقريبا الاي اي على البيتا ويروح لامم الاي اي في طرف، تبقى ار اي زائد ار بي على البيتا. وطبعا الاي اي هي الاي سي في اعتباره يعني، يبقى كانها اي سي فار اي زائد ار بي على البيتا. ويبتدي بقى يتكلم على الاستابيليتي، تعالى هات الاي سي في طرف بتساوي ايه؟ في اي اي ناقص في بي اي على ار اي زائد ار بي على بيتا. انت اول ما تشوف كده تقول لا طب انا ما عملتش حاجه لان انا نيلتها اكتر، ما لسه الاي سي داله في الفي بي اي وداله في البيتا اللي هم داله بدرجه الحراره. اقول لك لا بس استنى بقى، هنا ممكن تتخلص من تاثير الفي بي اي بانك تحط الفي اي اكبر من الفي بي اي. تقول طب ما كان هناك ممكن اعمل كده احط الفي سي سي اكبر من الفي بي اي، ماشي يبقى انت كده افهمتني، يبقى حته تاثير الفي بي اي ممكن يتقلل عن طريق انك تخلي البطاريه اللي على الجنب دي قيمتها اكبر من الفي بي اي عشان تكنسل الايفكت بتاع الفي بي اي، يبقى مهمل. وده كان ممكن نعمله في الدايره اللي فاتت، كان فيها في سي سي ناقص في بي اي، فكان ممكن تاخد البطاريه السورس عاليه ويبقى تهمل التاثير، ماشي. بس كانت المشكله هناك ما كنتش هتعرف تهمل تاثير البيتا لانها كانت مضروبه بره كده في القانون، فما كانش هيك ما فيش صرفه لاهمال تاثير البيتا. هنا اقدر اهمل تاثير البيتا ازاي؟ انك تخلي الار اي قيمتها هي كمان اكبر من الار بي. انت اللي بتحط قيم المقاومات فانت تقدر تتحكم في قيمها. لو حطيت الار اي قيمها اكبر من الار بي يبقى الترم ده كله صغير بغض النظر عن البيتا بقى. بيتا طلعت كبيره يبقى الترم ده هيطلع اصلا صغير يهمل. فبالتالي الاي سي كلها هتبقى قريبه جدا كتاثير يعني من في اي اي على ار اي، على اساس ان الفي اي صغيره بالنسبه للفي اي ممكن نهملها، الار بي على البيتا هتبقى صغيره بالنسبه للار اي ممكن نهملها، ويبقى الاي سي تقريبا كانها في اي اي على ار اي، فولت وتيار ومفيش تاثير لا لبيتا ولا لدرجه حراره. يبقى ده ممكن نقول عليه مور ستيبل. اقول لك شو ذات ان الاميتر بايس مور ستيبل زي البيس بايس. طبعا ده معناه انك هتحط الرسمه دي والرسمه دي وتستنتج المعادلات دي وتستنتج المعادلات دي وتثبت لي ان ده داله في بيتا ما ينفعش اخلص من بيتا، انما هنا ممكن اخلص من بيتا. الفي بي اي ممكن نخلص منها في الناحيتين تاثيرها، لكن هنا تاثير البيتا مش هنقدر نخلص منه، هناك مش هنقدر نخلص منه، هنا نقدر نخلص منه ان احط المقاومه دي اكتر. هناك كان البيتا مضروبه في البسط فوق في الترم، فما فيش امكانيه ان اخلص منه. وانا هخلص منها ازاي؟ اهو تحط المقاومه دي اكبر من الار بي. فالترم ده كله قيمته هيبقى اكبر من الترم ده اللي ممكن تهمله. يعني حطيت دي ب 1 كيلو ورحت حاطط الار بي 100 اوم. خلاص الترم ده لو بيتا ب 50 ب 100 ب 150 100 على 150 الترم ده هيبقى مثلا نص قيمته، نص وده قيمته 1 كيلو 1000، نص ده ال 1000 ولا كان ايه لازم تقدر تهمله. طب يا دكتور ما انت قايل في الاول ان الاي سي تقريبا هي الاي اي، كنت خدتها من الاول ان الاي اي تقريبا هي في اي على ار اي. طب ما انا هجيبها ازاي الاي اي تقريبا هي الفي اي على احنا لفينا ورجعنا. ايوه بس هنا خلي بالك الاي اي عشان دي حته سيركت بقى. الاي اي ماشي فين؟ ماشي في المقاومه ار اي وماشي بالشكل ده. الاي اي ده لا يساوي في اي على ار اي، ليه؟ لانه محصور بين نقطتين، بين نقطه اسمها في اي وبين نقطه هنا اللي اسمها ناقص في اي. فلو انت عايز تكتب الاي اي هتكتبها ازاي؟ هتقول في اي زائد في اي على ار اي، اذا لا تساوي الفي اي على ار اي مباشره.
فكان لازم امشي في الابروكسيميشن ده لحد ما اوصل لحاجه اقدر اكنسل بيها التاثير. يعني مش اظهر لي من الاول ان الاي اي بتساوي في اي على ار اي. مش هيفرق ان الاي اي هو الاي سي. احنا اعتبرنا على اساس ان الالفا قيمه صغيره 98% 99% تقريبا بتبقى الواحد. لو حطيتها في القانون وما اهملتهاش واعتبرت ان الاي سي بتساوي الفا اي اي وعوضت هيطلع لك بدايات الالفا والبي برضه هيطلعوا هنا في المقام كلها. كل الحته دي هتطلع في الحته اللي مع الار بي. فمش هنفرق كتير برضه هنوصل لنفس النتيجه. يبقى الرسمه دي هتجي لك الجنرال بتاعها ان في مقاومه هنا عند البيز. اللعبه اللي تجي لك ان تتشال الار بي. وطبعا معنى ان تشال الار بي ده الجزء ده كله طار. اصلا يعني. من الاول ما خلاص بدل ما نيجي. لا انت احيانا بتحتاج الريزستنس عشان تلمت التيار اللي داخل على البيز ما تدخلش تيار عالي على البيز. بتحتاج الار بي غصب عنك يعني. حمايه. حمايه. بس تتحكم بقى في قيمتها بان قيمتها تكون اصغر من الار اي اللي موجوده ان انت تحط الار اي قيمتها عاليه. طيب ايه المعادله الثانيه اللي ما حسبناهاش؟ اللوب الخارجيه. اللوب الخارجيه دي معادلتها بتساوي ايه؟ في سي سي. خلي بالك بقى. في هنا جهد سي وإي. الجهد ده اسمه في سي موجه فوق وسالب تحت. فكنت متعود انت تكتبه كده ناقص في سي وكنت بتروح قايل تساوي اي سي في الار سي. المعادله كده ناقصه. ناقصه ترمين. الترم الاولاني بتاع خلينا نقول بتاع ريزيستنس. اي سي في الار سي واي اي في الار اي. المفروض في هنا اي اي في الار اي. وناقصه ترم تاني الجهد ده وانت ماشي كده هتحط معاك ال في اي في طرف. يبقى دي المعادله بتاعت اللوب الخارجيه. يبقى انت لو عايز تحسب الاي سي اللي هي تقريبا هي هي الاي اي او عايز تحسب خلينا نحسب ال في سي اي زي ما كنا نحسب اللوب دي بحسب منها ال في سي اي هات لي ال في سي اي في طرف يبقى ودي الباقيين في ناحيه ثانيه. يبقى في سي سي زائد في اي يعني مجموع البطاريات اللي عندك كلها في الدايره شيل منها اي سي في مجموع المقاومات اللي عندك في الدايره او اي اي في مجموع المقاومات اللي عندك في ده كده الفي سي اي بتاعك. يبقى كل البطاريات ناقص التيار اللي عندك اللي هو انت تقريبا فرضته قد بعض في جميع المقاومات. هم دول المعادلتين الاساسيين برضه اللي انا بشتغل عليهم. يبقى الاستنتاج هنا فرق في ايه؟ اولا في بطاريه في الانفتر وفي ريزيستنس هو دي اللي زادت عن المره اللي فاتت. انت لو عوضت عادي بدون اهمال الالفا هتظهر لك الفا في القانون. يعني هتشيل الاي اي وهتحطها اي سي على الفا وترجع تشيل اي سي وتحطها اي بي على بيتا. هتطلع لك بيتا والفا في المعادله. تظهر لك في المعادلات يعني. فاحنا عشان ما نلخبطش الدنيا يبقى في الفا وفي بيتا والحاجات دي احنا قلنا اعتبر الالفا تقريبا بواحد. تبقى المعادله كلها ده اللي فاز في البيتا والبيتا كمان نقدر نهملها لو لعبت في قيم المقاومه. نختم المساله و ونكتفي بالقابل. طبعا التريك اللي قلناها برضو في المره اللي فاتت عشان نخلص منها لو انت عايز تحسب الساتوريشن كارب ده يتحسب عن ايه؟ يتحسب عند في سي اي بصفر. الساتوريشن كارب يتحسب لو انت حطيت الفي سي اي بصفر او هنا حطيت الفي سي اي بصفر هيطلع الاي سي بكام؟ اللي هو الفي سي سي زائد الفي اي اي على مجموع المقاومة. هو ده الاي سي ساتوريشن. ماكسيمم. وطبعا ده الماكسيمم كارنت اللي هيظهر في الداتا. والتيار بتاع الكات اوف بصفر. وتيار الكيو بوينت هو ده اللي انت بتحسبه المعادله. مفيش حاجه اختلفت، نفس المعادله الخارجيه بس اخفي البي سي حطها بصفر وهات الاي سي. يبقى ده اسمه الساتوريشن كارنت. نفس ندي نفس فكره المساله اللي فاتت برضه اللي هو التغيير في درجه الحراره وعلى القوانين دي. السكشن بقى تشبعه بالمسائل دي
بيطلع عندكم افكار كتير لدرجه حلوه بقى راحت لا هنكفل خمس دقايق. الاكزامبل اللي معايا عايز احسب الكيو بوينت تغير برضه برسنتج تشينج الكيو بوينت. اتفقنا كلمه الكيو بوينت تبقى الاي سي والبي سي. لو بيتا اتغيرت من 85 جنيه والفي دي اي اتغير من 7 ل 6 اولا هو اداني هنا تغير الفي دي اي ده حاجه كويسه جدا كان مش عارف كده. تاني حاجه اداني الفيتا اتغير من 85 ل 100 وما قاليش درجه الحراره اتغير من كام لكام ومش فارقه معايا. وراح تجيني الرسمه بتاعت البيز بتاعت الميتر بايت الار بي ب 100 كيلو الار سي ب 4.7 كيلو الار اي ب 10 كيلو دي ناقص 20 فولت ودي بوزيتيف 20. لو احنا بقى هنبدا نحل طبعا ده الميتر بايس عشان الفولت داخل على الميتر اهو والبيز هتبقى جراوند. ما انتش حافظ القوانين هتستنتجها على جنب. هي لوبين معادلتين هتطلعوا على طول. المعادله الناقص دي زي ما اتفقنا بعملها كده بعيد رسمتها تبقى بالشكل ده وتبقى بوست فاشل. دي برضو بعملها كده وبلاش كده تبقى سهله في استنتاج اللوب. هي برضه فوق هي بوست ب 20 صح؟ اه 20 و20 وحطهم قد بعض على اساس ان انت لو بتستخدم باور سبلاي الاوتبوت فيه بوزيتيف ونيجاتيف تبقى سهله انك انت تستخدمه من سورس واحد. دي اللي نكسر الحسبه بتاعتنا اللوب دي. فالمعادله دي هتقابل هنا 20 ناقص الفي دي اي. ممكن يستخدم بطاريه واحده؟ البطاريه واحده تاخد منها بوزيتيف ونيجاتيف؟ لا في نفس الوقت لا بطاريتين وتاخد منهم جراوند مشترك واحد تاخد منها بوزيتيف واحده نيجاتيف. بطاريتين سيجن 20 ناقص في دي اي بتساوي التيار اللي ماشي هنا اللي هو اسمه اي بي القول اللي بيتكلم ورا في الار بي زائد الاي اي في الار ما اقدرش احط الفي بي 7 على طول لان انا عندي حالتين لضربات الحراره لازم استنى شويه. فاقول الاول عند بيتا ب 85 ايه اللي هيحصل؟ عند بيتا 85 قيمة الفي دي اي ب 7 يبقى عوض القانون ده يبقى 20 ناقص 7 هتساوي الاي بي في الار بي اللي هي بي كيو زائد الاي اي اللي احنا ممكن نعتبرها تقريبا هي نفسها الاي سي. في الميتر بايز تسهل على نفسك عشان ما يقعدش تطلع لك معادلات في الفا وفي بيتا. فايه؟ فبنسهل على نفسنا نعتبر الاي اي هي الاي سي في الار اي اللي عندي اللي هي ب 10 ونفس القصه الاي بي دي تخلص منها وحطها اي سي على بيتا. بيتا اللي هي بكام؟ 85 بقت المعادله دي في اي سي بس. هاتها كده الطرف 20 ناقص 7 19 و 3 على 1 على بيتا في 100 كيلو زائد 10. واحد يقول لي طب انت ما اهملتش ليه؟ هقول لك لا ما هو طلع هنا رخم ما خدش الار اي باكبر من الار بي فاذا درجه الحراره تاثيرها موجوده. لو انت عايز تعمل ستيبل وده بقى ممكن اجيبها لك كنقطه ثانيه في السؤال ان الدايره دي لحد دلوقتي مش ستيبل. ليه؟ لان قيمه الار اي اصغر من الار بي. اجي انا اقول لك بقى ازاي تخلي الدايره دي ستيبل؟ تقوم انت لاعب في قيمه الار اي تخليها اكبر من الار بي او تسويتش الاثنين مكان بعض. تجيب ال 100 كيلو هنا وتجيب ال 10 كيلو هنا. فهتلاقي الفاليو هنا هتبقى 100 زائد 10 على 100. او خلي مثلا الار اي ب 1000 مثلا. خلي الار اي بقى المهم تبقى قيمه فرق كبير بحيث لما تيجي تجمع الرقم بتاع الرقم ده تلاقي الرقم بتاع الزيتا ده صغير يقدر تهيئه. هتعوض عن البيتا ب 85 هتطلع قيمه الاي سي. بنفس الطريقه اقدر اجيب البي سي اي. لو احنا فاكرين كان البي سي اي لما بيجي من النوب الخارجيه كان المفروض ان هو البي سي سي زائد البي اي
الار سي زائد الار اي ده كده مظبوط؟ لا مش مظبوط. تعالى ايه تعالى ده لما كنا بنحسب الساتوريشن كارنت ناقص الاي سي في مجموع المقاومتين في سي سي ناقص زائد الفي اي اي ناقص الفي سي اي تساوي اي سي في الار سي زائد الار اي في الار اي ودي الفي سي الناحيه الثانيه تبقى مجموع الجهود ناقص الاي في مجموع المقاومات. لو ده بقى صفر بقى التيار يساوي مجموع الجهود على مجموع المقاومات. ده لو تيار صفر لو بحسب ساتوريشن، لكن هنا ما بحسبش. دي كده 20 و20 ما تقوليش 20 وناقص 20 يضرب بعض، احنا عكسنا وضع البطاريه واشتغلنا. بقت 20 زائد 20 ناقص الاي سي اللي انت لسه حاسبه في مجموع المقاومتين اللي هي 14.7 كيلو. بقى معايا الاي سي والفي سي، طبعا دي اول قيمه للاي سي والفي سي، او اي سي عند بيتا ب 85 وفي سي عند بيتا ب 85. وليه ما عوضش في 20؟ لا ما احنا قلنا ان ال 20 بنشيلها ونحطها بطاريه السالب فوق والموجه بتاعته وقيمتها 20. فلما تيجي تحسب كده هتلاقي ده في اتجاهك 20 وده في اتجاهك برضه نفس الاتجاه تقريبا اللي يجمعوا. نيجي بقى نكرر الكلام ده قد بيتا بتساوي 100 هيبقى ال في بي اي ب 6.10 البيتا بتساوي 100 الفي بي اي ب 6.10 احسب نفس الحسبه دي تاني هيبقى الاي سي عباره عن كام؟ 20 ناقص الفي بي اي اللي هي 6.10 على الار اي اللي هي ب 10 كيلو زائد الار بي على البيتا، البيتا المره دي ب 100 هطلع اي سي ب 100 بقى دي اي سي ب 100 هيطلع الـ VCE الجديد اللي هي جمع الاثنين 20 زائد 20 على برضه انت تاني ناقص الـ IC الجديدة في مجموع الاثنين اللي هي الـ 14 والـ 17 طبعا هتتغير بناء على تغير الـ R. تعالوا نشوف كده الأرقام سريعا طلعت كام في الحالة الأولانية هنا التيار طلع 1.73 ملي أمبير والفولت طلع 14.6 فولت. هنا التيار طلع 1.76 ملي امبير والفولت طلع ناقص 12.8. ده معناه ايه؟ معناه ان التغير اللي طالبه بالنسبه هيساوي الاي اللي عند البيتا ب 100 ناقص الاي اللي عند البيتا ب 85 مقسوم على التيار اللي عند البيتا ب 85 يعني التيار اللي طالع 1.76% ناقص 1.73% على 1.73 في 100 فتطلع النسبه بتاعتي 3.3% ليه؟ لان البيتا اتغيرت من 85 ل 100 نسبه يا دوبك يعني احسبها كده يمكن احنا نجمعها برضه هتطلع 15 طلعت 1.73% 1.73% دي تطلع واحد وهل ده صحيح؟ يبقى الطيارات نفسها غلط الطيارات نفسها هتلاقي قيمتها طالعه غلط لان المفروض البيتا اتغيرت من 85 الى 100 يبقى الاي سي هتزيد بنفس النسبه دي ال 85 عشان توصل ل 100 يبقى زادت بنسبه كام في المية 15% تقريبا صح ده طلع 1.73 مظبوط وده متاكد والتاني 100 كيلو التاني برضه طلع 1.76 برضه طيب امال ليه بقى مطلعين من كده؟ دي 3% على 1.7
انا ما طلعتوش ده ما طلعته 8 بوينت والاي سي وين طيب يعني المهم ان هو طلع زياده بس هو طبعا النسبه اللي طلع عليه المفروض مش منطقيه المفروض تبقى النسبه بنسبه التغير بتاع الهيتا اللي طلع من 85 الى 100 يعني تبقى النسبه المفروض ما تبقاش كده يعني 10 طيب الفولت المفروض يطلع بالثلج ويقل يعني الفولت الخارج هيقل فالفولت عند المية المفروض طالع ب 12.8 ناقص الفولت اللي هنا طالع 14.6 ومقسوم على ال 14.6 في 100 ايه اللي يحصل؟ هو في الجروب الثاني برضه نفس الفكره؟ لا احنا ما طلعناش بالارقام سيبناها كده على بس انا هنا نكملها بالارقام يعني كده هيبقى ال النسبه بتاعتي خلاص كده انا وصلت لتعدد تغير التيار ومعدل تغير الجهد ده الفكره العامه اللي هي ايه الفكره المباشره زي ما قلت لكم ان اطلب حساب تيار وجهد على طول عادي بدون ما يكون التيار بيتغير او الجهد بيتغير ده كده النوعين اللي عندنا المفروض هيبقى يوم الاحد هنكمل النوعين التانيين ويوم الاربعاء نبتدي بقى السكاشن مع الباشمهندس محمد هنبتدي نحل بقى المسائل من الشيت اللي نزل على الجهد.